الله وبركاته. وأبدأ حديثي بتحية إجلال وإكبار لشعبنا الأردني الأبي الذي صبر على الجوع وقد حضرنا مرارا وتكرارا، وحاولنا في بداية هذا العام مع زملائنا سدة الإصلاح مع زملائنا الآخرين حاولنا أن نسقط حكومة الجباير، إلا أننا فشلنا في إسقاطها. فتقدم الشعب الذي أوصلنا تحت هذه القبة وأصدر الحكومة، فهو صاحب القرار أولا وأخيرا. وكما ألتزم بكلمة كتلة الإصلاح التي سيلقيها الدكتور عطاء الحكايلة، وألتزم بقرارها سواء كان ثقة أو حجما أو امتناعا. وفي بداية حديثي أنا يعني أعتقد أن دولة الرئيس كان موفقا في حديثه عن العدل والذي هو أساس الملك. ولنا في ديننا الإسلامي الحميد لنا أدلة كثيرة على هذا العدل. وربنا سبحانه وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وكان الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: عمل الإمام العادل في رعيته يوما في أفضل من عبادة العابد في أهله 100 سنة. وكما نعرف جميعا عندما جاء أحد الرسل من الملوك إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجده نائما تحت شجرة، فقال: دلوني على حاكم المسلمين فدلوه عليه. فقال: هذا حاكم المسلمين ينام بدون خمس، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. لا أبو في حرص، في كل وقت، لكن عندما يكون العدل موجودا لا داعي للحرص. وكتب أحد الولاة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يطلب منه مالا كثيرا ليبني سورا حول عاصمه الولايه، فقال له عمر: ماذا تنفع الاسوار؟ حصنها بالعدل ونقي طرقها من الظلم. والعدل ايها الاحبه يحتاج الى مصلحين. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيته، دخل على زينب رضي الله عنها وكان باردا، فقالت له: لماذا انت باردا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم بردم ياجوج وماجوج. او نقرا بصوت الكهف انه مكني في ربي خير فاعينوني اجعل بينكم وبينهم ردما. ففتح في ردم ياجوج وماجوج مثل هذا، وحلق به اصبعين، يعني فتحت فتحه في الجدار الذي بني ليمنع قبائل ياجوج وماجوج من هذه القبائل المفسده. فقالت له زينب: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفي الصالحون؟ قال: نعم اذا كثر الخبر. نعم إذا كثر الخبث، يعني الذنوب والمعاصي. فالعدالة في ديننا قرأنا عنها كثيرا الكثير، والأمثال كثيرة كثيرة والرجال كثر، فنحن بحاجة إلى مصلحين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن وأن يقيد لهذه الأمة مصلحين يصلح لها لها أوضاعها ويعيد لها حقوقها ويرفع الظلم، لان المقابل للعدل الظلم والجور. فالاصلاح السياسي الذي ورد في البيان لابد من رافعة سياسية كبيرة تأتي في هذه الحكومة، وهذا غير موجود. وقد طلبنا مرارا وتكرارا منذ سنتين بحكومة انقاذ وطني، لا نقول انها ستكون تحمل معجزات حكومة انقاذ وغيره. فيها شخصيات وطنية وازنة بارزة لكنها فائدة وأمانة تقود المرحلة ولو مؤقتا،
إصلاح سياسي تنتقل فيه السلطة إلى الشعب وهو مصدر السلطان كما ورد في الدستور في المادة الأولى لبرنامج نيابي ملكي فرادي. كنا نتمنى أن تكون هذه الهدفة التي تمت على طوال واقع في كل محافظات المملكة التي كانت تطالب بالإصلاح، كنا نتمنى أن يكون نتيجتها رئيس وزراء يصدر من هذا الموقع، من هذا المكان، من بيت الشعب، وهو الذي يختار ويشكل الحكومة بالتعاون والتشاور مع الكتل جميعا. لكن النهج بقي هو النهج، ونحن نعلم أن الحكومات لا تنحرف الولاية الكاملة. وقد سمعت هذا من رؤساء وزراء، أحد رؤساء الوزراء تكلم بعد أن درس وترك الوزارة، تكلم وقال الولاية تقع بين 0 إلى 10%. بالله عليكم وعلينا جميعا، 0 إلى 10% ماذا سيعمل رئيس الوزراء؟ الله يعلمه. وكذلك أحد رؤساء الوزراء عندما كان نائبا كان يقول يجب أن تبقى الأجهزة الأمنية خلف الحكومة وأن لا تتقدم الحكومة، لكنه عندما صار رئيسا للوزراء نسي هذه الأمور، ولم أيضا لم ينجح، وكانت القروض أو كانت الديون قد زادت أضعاف أضعاف في عهده. إذا لم يستطع بدون ولاية لم يستطيع رئيس الوزراء يعني. لابد من منع التدخلات الامنيه واعطاء الولايه الكامله، نحن نريد حكومه قويه، نحن يهمنا ان تكون عندنا حكومه قويه، الحكومه القويه هي التي تؤدي الحقوق الى اصحابها وتقيم العدل. لابد من منع التدخل الامني. العقد الاجتماعي موجود منذ البدايه، العقد الاجتماعي نظام الحكم النيابي ملكي وراسي منذ البدايه موجود، لكنه غير مفعل. والكل يتحدث عن الحكومه البرلمانيه، الحكومه البرلمانيه لن تتاتى الا الموت بتعديلات دستوريه، نحن نعلم هذا جيدا، ورئيس الحكومه يعلم جيدا، وسمعناه كثيرا يقول في هذا الكلام انه يعني الدستور لا ليس لابد من تغيير حتى يسمع الحكومه البرلمانيه، تتاتى الحكومه البرلمانيه التي تجد بالمفهوم المفهوم اللي احنا بنشوفه انه والله تعين الرئيس يسوي مشاورات ومن هذا ومن هذا، هذا ليس الحكومه البرلمانيه. الحكومه البرلمانيه نعلم في الفهدي لابد من ان يرشح او يرشح مجلس النواب حسب قواعد الاغلبيه ان يرشح شخصا ليقول هذه الحكومه، يكلمه جلاله الملك بتشكيل الحكومه ثم يشكلها بناء على ذلك. ما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي ايها الاحبه، او قبل الاصلاح الاقتصادي الاصلاح السياسي، لا بد من اطلاق اراده المواطنين المحليين بعيدا عن الضغط او شراء الاصوات حتى يبدو المجلس النيابي القوي يعتمد عليه ويحوز ما يحوز على ثقه المواطن، وايضا يجيب قانون انتخابي حقيقي يقوم على مبدا عدد اصوات الدائره بعدد المقاعد. فالولايه العامه للاسف غير موجوده، اصبحت حبرا على وجه. أما ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي فلا زال البيان طبعاً حكومة جديدة، لا زال البيان في إطار الأمان والتطلعات وفيه لمسات فنية، لم يظهر فيه حجم البطالة فقط، تحقيق النمو الاقتصادي، لم تكن هناك اقتراحات في هيئة الصناديق أو غير ذلك. الهم الأول بعد هذه الهمة هو رفع المعاناة، هذا هو الهم الأول، كيف نرفع المعاناة على المواطن الذي تاكل تطلب وتاكل عليه الاعمال المعيشيه، فلا بد من زياده الضرائب والاجور التي ثبتت منذ اكثر من 10 سنوات ثابته. الاسعار تنتفع، نسبه التضخم تزيد، رواتب ثابته، يعني تاكل الدخل، وبذلك ضعفت القدره الشرائيه للمستهلكين، نقصت المبيعات، نقصت السيوله، هذا ادى الى حصول ركود في الاقتصاد الوطني، وهذا ما نبهنا وحذرنا منه للحكومة السابقة التي نأمل أن تقوم هذه الحكومة بمحاسبة الحكومة السابقة على الكمبيوتر، محاسبة الذين قصروا في الحكومة السابقة، الذين وضعوا قرارات جبال على المواطن كانت آثارها الاجتماعية كبيرة ومدمرة،
هؤلاء الذين كانوا ينظرون الى امر المحطه الدينيه فقط لا بد من محاسبتهم. الكلام كثير فمطلوب ايضا مراجعه هذه القرارات القديمه، مراجعه ضريبه المبيعات التي هي اخطر من ضريبه الدخل. ضريبه المبيعات وللاسف الشديد ان المقولات التي تصدر وصدرت من بعض الوزارات الحكومه السابقه أن الشعب المدني من أقل الشعوب يدفع للضريبة، هذا كلام غير صحيح. من يعني شو ضريبة جدا في الحكومة؟ من أقل الشعوب يدفع للضريبة، لكن لو رجعنا إلى الموارد لوجدنا أن ضريبة المبيعات تضاعفت 9 مرات من عام 94 من وقت وضع قانون الضريبة على المبيعات من 575 مليون دينار إلى أن وصلت إلى 5146 مليون دينار. تضاعفت 9 مرات، فنحن من أكثر الشعوب دفعا للضرائب بالمقارنه مع الناس في محل الاجمالي ومع عدد السكان. العلم الضريبي يقول اننا ندفع الشعب الاردني يدفع 25% علم ضريبي من الناس المحلي بالنسبه للاسم من الناس المحل الاجمالي، يعني حوالي 7 مليار و600 مليون او 400 مليون تدفع ضرائب مباشره وغير مباشره. اما زياده القانون ومحاربه الفساد فاقول ان الفساد محمي محمي، واقول انه محمي، ونعلم جميعا ان السلطه المطلقه السلطه المطلقه اذا اجتمع المال والسلطه المطلقه معا يحدث الفساد. لا نرى معاقبه للفاجرين. اين وليد الكردي الذي صرف من حقه قرارات قطعيه تكلف 85 مليون درهم، بينما طلبت من رئيس وزراء السابق يا اخي في 285 مليون طالبين بالحق الواحد. انت تعلم ان هذا المبلغ هذا المبلغ لن يدخل الى الخزينه. قلت له انا اعلم ان يعني انه احنا بعنا من 28 مليون سهم لبيع كل ومثلا من ضياع للاسواق الى غيره، يدخل الخزينه حوالي 130 مليون على الاقل 140 مليون. بينما نبحث ارفعنا الدعم عن الخوف حتى واعطينا يعني معونه اعاده للعائلات المستحقه يعني بالروح فيها 40 مليون دينار رفعنا الدعم عن الخبز من 110 مليون ثم رجع 70 مليون للناس والروح فيها 40 مليون. طيب عندنا 140 مليون دينار لماذا لا ناخذها الى الخزينه؟ و 140 مليون ولو بنط الخبز على حالي و 100 مليون للاعفاءات الطبيه التي يجب منها الجميع. فقال الكلام اذا بقي فينا تباع مؤسساتنا ومقدراتنا وتنهب دون ان نعالجها ينطبق عليها مثل واحد كان جالس مع صاحب مسعود يقول له يا مسعود اذا بقيت على الحال على هذا الحال يا مسعود لن يبقى لا ناقه ولا طاعون راح تروح كل حماقه وتجي. فللاسف الشديد لا بد من خطوات جريئه حتى يتم اعاده هذه الاموال ووقف هذا الوقت وزاد الوجود. ما يتعلق بالتعليم السياسه الخارجيه لا زال السياسه الخارجيه يعني فيها ضعف شديد بحاجه الى تطوير، ونحن نتمنى ان تكون السياسه الخارجيه دائما قويه وافضل للبلاد فيها خير من الوطن. اما ما يتعلق بالتامين الصحي ذكر الكلام كثيرا وانا يعني اريد واعيد كلامه ان التامين الصحي لا زال يعني معضلة للجميع ولا زالت معضلة لانه في موضوع الخدمات الصحية خاصة ما يتمتع به المستشفى البشير من اوضاع بحاجة الى فعلا الى تأهيل المستشفى. ما يتعلق بالطاقة وحتى في ابو عبيدة كان الامر لكن لم يضيف اننا لازم نؤكد على ضرورة ارضاء اتفاقية الغاز. نؤكد على ارضاء هذه الاتفاقية ونؤكد على ضرورة فعل لماذا لا تعجز الحكومة معادلة تسعير المحطات؟ شنو من آخرها معادلة تسعيرهم؟ هل انتظروا شيئا جديدا؟ هل هذه المعلومة ليست موجودة؟ هي تسعير المحطات فعل في ليس عندنا جديد، لكن احنا نلاقي هذا يعني على وجه أعطيه عندما نعود إلى الدول تأتينا في سعر البنزين إنه احنا جايين يعني في 124 و 150 125 دولة في العالم أسعارها أقل من أسعارنا في موضوع المحطات، يعني احنا بنحفظ يعني
إذا رجل الكهرباء حرق الوقود الذي احنا طلب الزوار احنا اتفقنا على إخفاء الشريحة الأولى 300 كيلو فرق من بلد حرق أسعار المفروض أسعار الوقود. هل تعلم أنه من الطبقة من اللي يدخل 300 كيلو فرق؟ بس 101 كيلو بس عليه طلع سبيل من الشريحة. إذا صرف 301 كيلو ما استفاد من الشريحة الذي يستفيد الذي يصرف حتى 300 كيلو، لكن 301 305 طاقة دخلت عليه بالكامل. لما عدت إلى إحصائية في سعر الكهرباء على المواد على المواد هناك 32 دولة اختم زميلنا اختم لو سمحت 32 دولة إسرائيلية تحكم إلى منها في سعر الكهرباء لأن التزييف كل الملابس وتعمل التغطيات مع الخارج وهذا اللي سمعته من الإحصائية اللي تكون فيه أسعار من 32 دولة صناعية في سعر الكهرباء كلهم تشغيلية وصناعة عالية بعد ذلك نطلع عن حمام كل أشكال التنظيم على عدو الصهيوني المجرم وفي الإطعام القضية الدولة الصينية كل أيها الأحبة أن صوت أرضهم الصوت أكمل جميل موسى أكمل أكمل رأس الله إن شاء الله أقول بأن صوت أرضهم تهدد شكل تهديدا خطيرا للقضية الفلسطينية وللأردن يريدون أن يحلوا القضية الفلسطينية على حساب الأردن وطن مريم وهذا محال ولاحظت كيف تماسكت القيادة مع الشعب وكيف كانت ردة الفعل نأمل أن يستمر هذا التلاحم في ربط هذه السلطة وربط التنازل عن الشرعية في الأماكن المقدسة وأيضا مساعدة الشعب الفلسطيني و وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.